النهارده هنعمل فطاير، كلنا بنحب الفطاير. هنعملها بطريقه لذيذه، حشوتها حلوه. الحشوه هنقول دلوقتي مقادير العجينه، بس الحشوه اللي عندنا هي صدور فراخ مسلوقه، وعايزين سبانخ طازه، وعايزين معاها كزبره خضراء، عايزين بصل، ثوم، زيت زيتون، ملح وفلفل، بهارات، ورشه جوزه الطيب. دي الحشوه بتاعتنا. علشان نعمل العجينه عايزين كوبايتين دقيق، عايزين لبن بودره، سكر، رشه ملح، خميره، وعايزين زيت زيتون وميه. وايه تاني؟ وللوش عايزين بيضه، وعايزين سمسم وحبه البركه. هناخد زيت الزيتون نحطه على النار، وهنحط البصل والثوم. الفراخ عندنا مستويه يعني، بس هنفصصها ونحطها عليه، مش عايزين ان احنا نسويها لان هي اصلا مستويه. اول حاجه هنحط المقادير الجافه، عندنا كوبايتين دقيق، وعندنا اللبن البودره والسكر، رشه ملح، خميره، ونقلبهم مع بعض شويه. ناخد السبانخ اللي عندنا، وزي ما قلنا طالما في طازه بنحاول نستعمل الطازه. بهارات وجوزة الطيب، خلاص قربنا، فنحط بقى السبانخ، الكزبرة اللي عندنا على السبانخ، هنحطها في الفرن على درجة حرارة 180، تقعد تقريبا ربع ساعة وبعدين هنطلعها.